مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف لنقاش. على بعد يوم واحد من انتهاء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 7 أكتوبر، تسابق الأحزاب السياسية الزمن لتنشيط التجمعات الانتخابية والترويج لبرامجها في محاولة منها لاستمالة الناخب. في هذا العدد من ملف لنقاش نسأل ضيوفنا عن تقييمهم لمسار الحملة الانتخابية المشرفة على ختامها. نسأل عن الجديد في البرامج التي قدمت، عن مدى احترامها للواقعية والمؤشرات الاقتصادية والسياسية، عن الخطاب السياسي الذي واكب هذه الحملة وأداء الفاعلين السياسيين فيها، كما نستفسر عن أبرز رهانات هذا الاستحقاق في هذه الظرفية الموسومة دوليا بالحذر والتحديات. لمناقشة محاور هذا العدد يسعدنا كثيرا أن نستضيف اليوم في الاستوديو الدكتور ميلود بالقاضي، وهو أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال. أهلا وسهلا بكم دكتور. مساء الخير. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا الدكتور محمد يحيى، عميد كلية الحقوق بجامعة عبد الملك السعودي بطنجة. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك. ويسعدنا أن نستضيف لأول مرة في ملف لنقاش الدكتور عبد الحميد بن خطاب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس أكدال. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك. إذا أبدأ معكم الدكتور ميلود بالقاضي، تابعتم لا شك وقائع هذه الحملة الانتخابية، ما هي قراءتكم لأبرز ما ميزها؟ نعم، هو الأكيد أن مقاربة الحملة الانتخابية يمكن أن نقرأها من زوايا متعددة، دستورية، قانونية، سياسية وأيضا تواصلية. والشكل والمضمون الحملات الانتخابية لا يمكن عزله عن السوق السياسي القائم بكل مؤسساته. تسميه السوق السياسي؟ السوق السياسي بلغة مفهوم بورديو، بمعنى أن الحملة الانتخابية لن تكون كمنتوج مغربي خارج الوضع السياسي بكل فاعليه ومؤسساته. فإذا كانت رديئة فيتعكس الواقع المغربي، وإذا كانت جيدة فيتعكس. إذن الحملة الانتخابية لا يمكن عزلها عن مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية. يلاحظ اليوم بأن الحملة الانتخابية الحالية اختلفت في الشكل وفي المضمون عن الحملات السابقة. أول ما يثير في هذه الحملة هي تراجع ما نسميه بالتجمعات الجماهيرية القوية والكبيرة، هو أول مؤشر. لماذا هذا الغياب؟ أعتقد أن هذا راجع إلى مشكل مرتبط بالأحزاب السياسية، حيث أن الأحزاب السياسية، جل هذه الأحزاب مع الأسف لا تقوم بأدوارها الدستورية كما هي ممثلة في الفصل السابع، ولا تقوم أيضا بأدوارها القانونية كما هي ممثلة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، القانون رقم 16-21. وبالتالي فهذا التراجع له علاقة بالتأطير وبقيام الأحزاب بمهامها الدستورية والقانونية. المؤشر الثاني للحملة الانتخابية لاحظناها أنها انتقلت من الحملة المباشرة إلى عالم الفيسبوك أو العالم الافتراضي. وإذا قارنا يعني طبيعة هوية الحملات الانتخابية القائمة، نجد أن أكثر سخونة في العالم الافتراضي مقارنة مع الواقع المعيش. المؤشر الثالث وهي أننا ما زلنا المغرب أو الأحزاب السياسية ما زلنا نعيش الحملات الانتخابية التقليدية، لا شكلا ولا مضمون. ونحن نعرف اليوم أننا نعيش في مجتمعات الإعلام والمعرفة، والحملات الانتخابية اليوم تتطلب أموال ضخمة، تتطلب مواد بشرية مؤهلة ومختصة، وتتطلب أيضا جرأة سياسية. هذا ما يعني أن الحملة الانتخابية الحالية الآن هي عادية جدا، وأهم وأخطر ما فيها هو غياب الجاذبية. أنا حاولت أن أتابع كل برامج التواصل الأحزاب السياسية، نجد ما زالت الجاذبية لا سيديكسيون غائبة في طيب. هذه الحملات غياب. شكرا جزيلا. نعم. دكتور محمد يحيى، ما الذي أثارك في هذه الحملة الانتخابية؟ هل توافق تماما على ما جاء على لسان الدكتور ميلود بالقاضي؟ بكيفية النسبة يمكن أن أتفق مع ما ورد على لسان
الاستاذ بن القضي الا انه يبقى كون ان نعم الحمله الانتخابيه انتقلت منذ انطلقت تقريبا منذ 10 ايام ويلاحظ يعني غياب برامج احزاب سياسيه بالمعنى الفعلي والحقيقي. ولازلنا نلاحظ ان هناك نوع من الشخصنه وكون انه غياب ادبيات الحمله الانتخابيه بالمفهوم التواصلي وبالمفهوم التسويقي وما يجب ان تكون عليه حمله انتخابيه حينما ننظر في الانظمه القانونيه او الدستوريه المقارنه. وربما كل هذا يعود مره اخرى الى كون ان الاحزاب السياسيه لم تلعب الدور الاساسي والمحوري والجوهري الذي يجب ان تلعبه، لان تأطير المواطنين ليس فقط على مستوى ان انتمي الى حزب، ان اكون مناصرا لحزب، ان اكون ان اتبنى ايديولوجيه او سياسه معينه داخل حزب معين، بقدر ما تكون يعني محكومه بالنسبه لنا ومؤطره بمجموعه من الضوابط. الضوابط بمعنى هناك انضباط وهناك برامج، هناك يجب الآن حينما نقوم بقراءة البرامج أكثر من 30 حزب سياسي تجد نفسك أمام نفس التصورات نفس البرامج، في حين أنه كان أمر مفروض الآن هناك مثلا أغلبية ومعارضة، الأغلبية يجب عليها أن تقوم بتقييم العمل الذي قامت به على مدى 5 سنوات انطلاقا من المؤسسة التشريعية، انطلاقا من برامج كان المفروض أن تطبق، هل طبقت نسبيا أم لا من عدمه. إذا كان يجب أن أقف أمام المواطن وأن أقول له ها هو البرنامج الذي على مدى 5 سنوات قمت بتطبيقه جزئيا، وكانت هناك إشكالات متصلة بإكراهات لها علاقة بالسياسة الداخلية أو الدولية أو ما إلى ذلك. إذا تشخيص الوضع وإعطاء تصورات مستقبلية في أفق تأكيد الاستمرارية أو غير ذلك، في حين أن هناك معارضة نفس الشيء يجب أن تأخذ يعني بكل واقعية وب روح رياضية سياسية إن شئتم في إطار المنطق وفي إطار ما هو المقبول. تم تحقيق هذا، لم يتم تحقيق هذا، مع رجوع لوثائق مرقمة بأرقام سياسية اقتصاديا اجتماعيا حضاريا، موقع مثلا المغرب على المستوى الداخلي على المستوى العالمي، المقاولة حينما نتحدث تشغيل وما إلى ذلك. إذا كل هذا نجيبه غائبا، وبالتالي حينما تقوم بقراءة برامج الأحزاب السياسية سنعود إذا سمحت لي دكتور إلى الحيز المهم لتقييم المنتوج الانتخابي فيما يتعلق بالبرامج لاحقا إذا تفضلت. ما زلنا في الحملة الانتخابية، أما من محاسن لهذه الحملة دكتور؟ بكل تأكيد هناك استمرارية، يعني نحن أمام حملة انتخابية عادية بكل المقاييس، لكننا أيضا أمام بعض المستجدات وخصوصا أذكر منها دخول الأحزاب العالم الافتراضي واشتغالها في مجال فيسبوك وقنوات التواصل الاجتماعية. ثم لأول مرة نرى أن الأحزاب تقريبا جلها أعطت اهتماما كبيرا لمسألة البرامج السياسية. لأول مرة نجد أن جميع الأحزاب السياسية تقريبا حاولت أن تصيغ برنامجا سياسيا متكاملا. طبيعة الحال إذا ما غصنا في هذه البرامج سنجدها تتشابه في الكثير من الأحيان، تقدم معطيات اقتصادية اجتماعية تقريبا متقاربة، لكننا في نهاية المطاف أمام برامج حقيقية لازال هذا التقليد تقليد دخول حملات لم ينطلق بعد، تقليد تعبئة الناخبين على أساس البرامج، لازلنا في بداية الطريق. وأعتقد أن جميع الأحزاب راهنت على إعداد برامج. طيب ما مدى اهتمام المواطنين بالتجمعات الانتخابية؟ التجمعات الانتخابية هي لحظات تواصلية بالدرجة الأولى، يكون فيها التواصل الحماسي المرئي
والسمعي أكثر من التواصل على قاعدة البرامج السياسية أو على قاعدة. هل تأثير لها على صوت الناخب؟ مباشر لا، لا يمكن، بمعنى أنه لا أعتقد أن الناخبين يغيرون آراءهم بمجرد حضورهم يعني مهرجان أو لخطبة زعيم معين. عملية التصويت هي عملية قرار، وقرار غالبا ما يكون قرار سياسي عقلاني. عقلاني هنا ليس بمعنى العقلانية الحسابية، لكن عقلانية بمعنى أن كل ناخب يصوت انطلاقا من تصوره لمفعول صوته ولتصوره للفاعلين السياسيين. إذن هناك انسجام بين تصورات الناخبين و الصوت الذي وأصواتهم الذين التي يقومون بها في لحظة الانتخابات. في كل الأحيان هناك تطابق بين ما يريد هذا الناخب وبين ما يفعله، حتى وإن ارتأينا في بعض الأحيان أن سلوك الناخب غير عقلاني، والحال أنه عقلاني بمقاييسه، انطلاقا من أنه مثلا أخذ مثلا 200 درهم من عند هذا المرشح أو شيء من هذا القبيل، أو صوت انطلاقا من وعد قدمه له مرشح. كل هذه أمور عقلانية بالمنطق. طيب نريد أن نتحدث، هل سجلتم تجاوزات ما في هذه الحملة الانتخابية؟ ما مساوئها كذلك؟ قبل الإجابة أشير إلى الزميل بن الخطاب أن الحملة الانتخابية تؤثر، العكس، وإلا ما الفائدة من الحملة الانتخابية؟ حسب الحزب، حسب الزعيم، أن مجموعة من الناس لا يعرفون أي شيء عن الأحزاب. إذا الحملة الانتخابية يمكن أن تؤثر ولكم بدرجة يعني محددة. أيضا تؤثر على من؟ هل لا. على من اتخذ قرار بالتصويت؟ نحن أمام فئات متعددة. هناك فئة المناضرين للحزب، هناك فئة متعاطفة، هناك فئة لا تبالي ولم تتخذ بعد أي قرار. فهذه الفئة، هل يمتلك أستاذ إذا سمحت لي دراسات تثبت هذا التوجه أم لنا ندرك ذلك؟ لا، مع الأسف في معرفة ما التأثير الحقيقي للحملة الانتخابية على استمالة. لا، مع الأسف كل ما يتعلق بالحملات الانتخابية، بالقوانين الانتخابية، بالبروفيل، بالخطاب السياسي، ما زال المغرب فقيرا ومتخلفا مع الدول المتقدمة في المجال. ما زالت الأشياء تختلط، ما زال السياسي يتدخل في التواصل في القانوني في الدستوري. الآن أعتقد أننا يجب أن نتجه نحو حملة انتخابية، ما دام أن اليوم كما قلت سابقا نعيش عصر الإعلام والمعرفة. الدول أو الأحزاب التي تراهن على الحملات الانتخابية المصنوعة اللي فيها استثمار، فيها جاذبية، فيها إقناع، فيها تفاعلية، تنجح. ويكفي أن نأخذ الحملة الانتخابية الأمريكية التي هي التي على أساسها نسبة كبيرة تغير رأيها من كنا نتمنى. ولكن الحملة الانتخابية طويلة كذا، لنترك الدكتور يحيى يتفاعل معنا أرجوك. ما هي معايير نجاح الحملة الانتخابية دكتور؟ معايير نجاح الحملة الانتخابية هو المصداقية. لماذا المصداقية؟ حينما نتحدث بصيغة المصداقية، حزب سياسي معين مارس السلطة مدة معينة يحاسب على ما قدمه خلال تلك الفترة. إذا كان سابقا وتلك البرامج ولو جزئيا 70-80% من برنامجه الانتخابي تم إدخاله حيز النفاذ، مثلا حينما نتحدث عن معدلات النمو في المجال الاقتصادي، حينما نتحدث عن البطالة، عن إشكالية تندروس، إذن هناك مصداقية. هل هناك مصداقية أم لا؟ المواطن من هذا المنطلق إذا رأى أن هناك جدية ومصداقية قد يكون ذلك من أسباب الدافعة ليعيد تصويت لنفس الهيئة السياسية، والعكس سيؤدي إلى نتائج. بمعنى حينما أرى وعود، دائما هناك خلال كل فرنسا حضر كل الحملات الانتخابية، ليس فقط على مستوى المؤسسة التشريعية، كذلك على مستوى المؤسسات المحلية، المواطن حينما يلاحظ أن غياب تطابق بين ما أتبناه كخطاب سياسي وما عملت على إدخاله حيز النفاذ، هناك يعني غياب كل للمصداقية، أعتقد أن الحملة الانتخابية لا يكون أي جدوى من ورائها، وبالتالي
قطاعيا وغير قطاعيا، يبقى من بين المعايير التي قد تؤثر. ولا ننسى كذلك أن من الرهانات الكبرى بالنسبة للمملكة المغربية هو نسبة المشاركة. سنعود إلى رهانة هذا الاستحقاق. سيد بن خطاب دكتورنا، نريد أن تتفاعل معنا كذلك عن معايير النجاح الحملة الانتخابية. كيف تبدو لكم حملة هذه الاستحقاقات؟ هذه الحملة تبدو كما قلت عادية، هناك من قد يقول عنها أنها متسمة بالفتور، هناك من يقول أن الأحزاب السياسية ليست لها عروض سياسية في من القوة بما يسمح لها بدخول مرحلة جديدة في العمل السياسي. طيب ماذا تستخدم الأحزاب السياسية لوسائل التواصل الاجتماعي حاضرة في العالم الافتراضي؟ هناك استعمال مكثف لأدوات الاتصال الافتراضية، وهذه هذا هو الجدة في الحملة الانتخابية الجديدة. كل أحزاب تراهن على المجال الافتراضي لكسب أصوات جديدة. و هنا أؤكد مرة أخرى أن الحملات الانتخابية إن كانت لها بالفعل أهمية فأهميتها تأتي من باب أن الأحزاب السياسية تستطيع في هذه اللحظة بالذات أن تعبئ هؤلاء الذين لم يتخذون قرارهم الانتخابي بعد. طيب. إذن عمليا الذين منخرطون في الأحزاب بشكل رسمي، يعني المناضلون وليسيمباتيزون المتعاطفون أيضا، لهم قراراتهم. إذن الناس يعني الحملة الانتخابية تؤثر في هؤلاء الذين لم يتخذوا قرارهم بعد. وعملية التأثير هنا كل يدخل ما كنا قد تكلمنا عنه سابقا، الماركتينج بوليتيك، بمعنى أن جميع الأحزاب السياسية تحاول أن تسوق صورا معينة حول نفسها وحول برامجها السياسية. كيف يبدو لك الخطاب السياسي؟ تريد أن تعلق أولا على نقطة في نفس الحملة الانتخابية؟ نحن ما يمكن نتكلموا الحملة الانتخابية بصيغة المفرد، بل هي مفرد ولكن هي بصيغة الجمع. بمعنى نحن أمام حملات انتخابية متعددة. الحملة الانتخابية في المجال الحضري ليس هي الحملة الانتخابية في المجال القروي. المجال شيء طبيعي. لا شيء طبيعي، ولكن إذا يجب أن نفرق بين هوية الحملة الانتخابية في المجال الحضري وفي المجال القروي. لننتقل إلى الخطاب السياسي الذي واكب هذه الحملة، كيف يبدو لك دكتور؟ نعم، نفس الوضع. من تتكلم عن الخطاب السياسي أيضا لا يمكن أن نقوم بعزله عن 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 الثقافة السياسية، عن النظام السياسي المغربي، عن الأحزاب السياسية، عن الإعلام، عن دور جميع. الخطاب السياسي مع الأسف كما قال السي بالخطاب، مع الأسف ما زال لم يرقى إلى خطاب سياسي بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث تتصارع الأفكار، تتصارع البرامج، تتصارع الدفوعات، الرهانات. ما زال الخطاب السياسي سجين الصراعات الشخصية، سجين الحسابات السياسية الضيقة. وهنا نشير أن الحملة الانتخابية والخطاب السياسي ليس لغوا وليس طرطرة وليس لغة فقط، بل هي صناعة واستثمار. والفاعل السياسي بقدر ما لم يعي بعد أننا نعيش عصر الإعلام على مستوى الحملة الانتخابية والخطاب السياسي، فالمردودية ستكون دائما ضعيفة و ضائلة. إذا الخطاب السياسي لا يمكن أيضا أن نخرجه عن السياق العام الذي يمر به المغرب، وهو في مؤشرات الأزمة البنيوية المهيكلة للواقع السياسي المغربي الحالي. طيب تريد أن تتدخل في هذه النقطة دكتور، أو نفتح الحديث عن البرامج التي قدمت؟ أكيد مما لا شك فيه أن كل هذا له أهميته بالنسبة للمواطن، ولكن مرة أخرى أنا ما أستحضره كلما كان الحديث عن الحملات الانتخابية. نعم. هو أن حملة انتخابية ودفع المواطن واستمالة أصواتهم لا يجب أن يكون رهين لحظة بعينها. نعم. يجب أن تكون هناك استمرارية، وهذا ما تفتقده الأحزاب السياسية في أغلب دول العالم الثالث وأغلب الدول السائرة في طريق النمو، بحيث أنه في كل 5 سنوات تنستحضر برامج سياسية وغيرها، في حين أن الأمر حينما نأخل دائما في مجال القانون الدستوري المقارن، القانون الانتخابي المقارن، سنجد أن هناك استمرارية على مستوى العمل، على مستوى التواصل، على مستوى تسويق الخطاب، على مستوى
تأثير المواطنين في أفق نحن كدولة نبحث عن ماذا، وهناك تفاعل بين كافة المكونات، في حين سنجد أن هناك إكراهات أخرى، هناك انشغالات المواطن تلاحظ أنه منشغل بشيء آخر، وأنه مع اللحظة الانتخابية ستحاول الأحزاب السياسية من خلال برامجها، من خلال ما يتم الإعلان جذبه في تلك اللحظة فقط، وبعد التصويت انتهت المسألة. وهذه في حد ذاتها تشكل أحد أسباب صعوبة فهم أو احتواء العملية الانتخابية من الناحية السياسية وكذلك من الناحية السوسيولوجية. طيب عندما يتحول هذا الحزب إلى كائن موسمي فقط يحضر كل خمس سنوات كما تفضل الدكتور، هل هذا تأثير على ذهاب الناخب واقتناعه ربما بالعملية السياسية برمتها؟ بكل تأكيد، نحن نعلم أن هناك الكثير من الأحزاب التي تشتغل، يعني التي أسميها شخصيا مقاولات انتخابية، بمعنى أنه تشتغل في السوق الانتخابي فقط، تقدم منتوجا تسوقه في تلك اللحظة ثم ينتهي كل شيء. ولكن هذا تقييم عام أم هناك أحزاب ربما تصنع المفارقة؟ لا، هو تقييم نسبي. هناك أحزاب التي تستمر في عملها التعبوي وعملها التأطيري إلى آخره، بمعنى هناك أحزاب التي نسميها أحزاب الجماهير التي تبني مشروعيتها وشرعيتها السياسية انطلاقا من عملها القاعدي في أرض المجتمع، ولها مناضلون قارون ولها قواعد انتخابية قارة. ثم هناك أحزاب ما نسميها بأحزاب الأطر أو الأحزاب التي أطربتها، التي تجمع كل شيء داخلها، وهي غالبا ما تكون ماكينات أو مقاولات انتخابية بالمعنى الحقيقي للكلمة، لديها يعني منتوج انتخابي معين في لحظة معينة، والمنتوج الانتخابي بالدرجة الأولى يكون هو تلبية يعني مطلب الكونديدا هذا الذي يترشح، بمعنى الوصول إلى البرلمان. وهناك أناس محترفون في عملية التسويق السياسي لهؤلاء. ثم هناك أيضا عملية أخرى في اتجاه الناخبين، بمعنى إعطاؤهم وعودا أو يعني أشياء مادية بالمقابل لتصويتهم. ويجب هنا التذكير أن جميع الديمقراطيات عندما ابتدأت بهذا الشكل، بمعنى أنه المواطن لما يذهب إلى صناديق الاقتراع ويصوت على مرشح معين لا يقتنع به، بل فقط لأنه أخذ منه وعدا أو شيء من القبيل، هذه المسألة قد كانت في الديمقراطيات يعني منذ بدايتها. مع الوقت تؤسس، يتم مأسسة العملية الانتخابية لتصبح أكثر فأكثر عقلانية. شكرا جزيلا لك. نريد أن نفتح في نفس الحملة، يعني أنا قمت بواحد دراسة بسيطة، الحملة الانتخابية في المغرب احنا تقريبا دوزنا سبعة الحملات الانتخابية التشريعية في طرف المغرب. ما زال المواطن على مستوى الحملة التفاعلية، ما زال المواطن المغربي لا يميز بين دور المستشار ودور البرلماني. أكيد. من الأحزاب السياسية مع التحفظ على التعميم أرجوك دكتور. لا 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 أعميم، لا أعميم. طيب واضحة تمام الفكرة. نريد أن نلتقي إلى البرامج. البرامج التي قدمت دكتور، هل تلمسون فيها جدية؟ هل تلمسون فيها منتوج سياسي واقتصادي يحترم؟ هل تلمسون فيها احترام للمعايير وللظرفية التي نعيشها الآن؟ بكل موضوعية، أنا حاولت أطلع تقريبا على 22 برنامج حزبي على مستوى الشكل. نعم. وقع تطور، حيث أن شكليا أصبحت البرنامج أول مكتوب باللغة بعيد عن لغة الخشب، أصبحت لغة واضحة، لغة فيها أرقام، وفيها أيضا جلد الذات. كاين بعض حزب تيبقى هو تعترف بال انا مثلا قريت واحد جوج برامج بعض الاحزاب الاغلبيه، وقفت ان هناك من يقوم بجلد ذاته انني ارتكبت خطا هنا. هذا تطور نوعي. ربما هذا ليس جلد بالذات، هذا اعتراف بتجاوزات. هناك فرق بين العبارتين. لا لا لا، ولكن جلد الذات انا كان خصني ندير هذا وما درتش هذا معك. اذا هذا تطور في على مستوى الشكل. على مستوى المضمون، البرامج الانتخابيه، يعني ماذا وقع دابا الان؟ الاحزاب السياسيه تعرف ان المواطن اليوم ولا عنيدا. اليوم المواطن المغربي ما بقيتش تقنعوا ماشي بالمصداقيه الاستاذ، بالواقعيه. لا بالواقعيه، المواطن المغربي يعني ولا واعي ولا مدرك ولا تعرف، وقاس كثيرا
من البرامج الكاذبة المزيفة الخادعة. اليوم المواطن المغربي ولا تيقرا البرامج وتيشوف هل هي قابلة للتطبيق وهل ممكنة أم لا. هذا هو خلال الأحزاب السياسية أن تعيد النظر وأن تقوم بمجهود كبير في تقديم برامج فيها الكثير من الواقعية، فيها الكثير الممكن، وهذا مكسب مهم للفاعل السياسي المغربي. هذه البرامج هل تكتب داخل هذه الأحزاب السياسية، وهل تمتلك الأحزاب السياسية الموجودة اليوم على الساحة ربما نخب تستطيع أن تحرر برامج كما قلنا تحترم الظرفية الاقتصادية والسياسية الموجودة والاجتماعية كذلك؟ أقول أن الجواب هو نسبي كذلك، وحينما أقول مصداقية لأن الواقعية تفترض مصداقية في العمل لا أقل ولا أكثر. إذن هناك العديد من الأحزاب ليس فقط في المغرب، مرة أخرى كافة دول العالم، هناك مكاتب دراسات مختصة في الشأن الانتخابي التي سيقوم الحزب وفق تصوراته الكبرى، وفق ما يتصوره الاستراتيجيات التي يتبناها، وسيقوم يعني تضيف تلك التوجهات مرة أخرى فقط. هل هذا خطأ أم لا دكتور؟ ما محاذير أن يلجأ الحزب السياسي إلى مكتب دراسات لكي يضع له برنامج معين؟ هذا في حد ذاته خطأ، ولكن لا بد من الاستعانة بذوي الاختصاص ذوي الخبرة. ولو بالنسبة مثلا حينما أتي كحزب وأقول في الخمس سنوات المقبلة 8% معدل النمو، تأتي أنت وتقول له يستحيل. لماذا؟ لأن مسألة لا تتوقف عليك أو على الهيكل الاقتصادية كما هي الطريقة التي تعمل بها، بل هي تتوقف على الظرفية المناخية، على تساقطات المطارية. طيب. إذن لا يمكن أن تغامر وأن تقول كذا معدل كذا في مجال كذا، اللهم إن كانت لك رقابة مطلقة وسيطرة مطلقة على تلك أدوات الإنتاج وما إلى ذلك، وهذه مسألة من سابع المستحيلات أعتبرها. إذن بالنسبة لكل الأحزاب السياسية في هذا السياق برامج، هناك الآن نخاب وطنية وكفاءات وطنية تعمل إلى حد ما، ولكن لا بد أن تتفاعل مع ما هو معمول به عالميا، وأن تأخذ حينما نتحدث مثلا عن الإكراه الإيكولوجي لا بد أن يكون حاضرا، لا سيما أن المغرب. هل هو حاضر في كل البرامج؟ بعض البرامج سنجد، ولكن ليس من الأولويات. سنجد الأولويات الكبرى قطاعيا، سنجد الصحة، سنجد الشغل، سنجد معدلات النمو، سنجد التربية، سنجد المقاربة الأمنية، سنجد موقع المقاولة المغربية وطنيا وعالميا. إذن محاور كبرى ذات الصلة بما هو يعني مقبول بالنسبة كخطاب سياسي ممكن أن يتبناه المواطن في هذه المحطة بالذات. هل يمكن أن نصف هذه البرامج بالجادة دكتور؟ بكل تأكيد هي جادة، لكن دعني أرجع إلى نقطة أساسية فيما يخص الرجوع أو اللجوء إلى مكاتب الخبرة لإعداد البرامج. أعتقد أن الأحزاب السياسية في المغرب قد وصلت إلى درجة من النضج، أصبحت تتجاوز معها اللجوء إلى مكاتب لا لا هناك أحزاب خبرة. تلجأ إلى مكتب الدراسات دكتور. من هي هذه الأحزاب؟ هي الأحزاب الصغيرة التي لا تمتلك يعني خبرات، يعني مناضليها ما عندهمش الخبرة الكافية أو ما كاينش عندها أطور اللي تسمح لها بوضع برنامج معين. لكن الأحزاب الكبرى الآن اللي عندنا في المغرب كلها يعني تلجأ إلى أطورها من أجل إعداد برامجها. هل هي صادقة فيما تقدم من أرقام عندما يتحدث الدكتور يحيى عن نسبة نمو 8%؟ هل من مواطن يمكن أن يصدق أن تحقق نسبة نمو 8 خارج بعض القطاعات؟ طبعا للأسف أنه عندما تصفحت برامج العديد من الأحزاب، يعني أكثر من 15 حزب الكبرى، لاحظت أن مجمل الأرقام التي تقدمها والوعود في مجال الاقتصادي وبطالة وسكن إلى آخره تشبه إلى حد كبير برامج أو برنامج حزب الاشتراكي الفرنسي، وأتعجب لدرجة أنه مثلا العديد من الأحزاب تقدم رقما فيما يخص محاربة البطالة اللي هو خلق 150 ألف منصب شغل سنويا، والحال أنه تقريبا نفس العدد، نفس الرقم الذي تقدمه الأحزاب في فرنسا، بمعنى أن القدرة على خلق مناصب شغل هي 150 ألف. هذا تأثر أم استنساخ؟ هناك أم ماذا تسميه؟ هناك استنساخ، وهذا ما يجعلني
لا أشكك ولكن أقلل من جدية هذه الأرقام. هناك العديد من الأحزاب بل جلها، وهذه مسألة من البديهيات، كلها تعتمد فكرة تقليص عجز الميزانية إلى 3% على اعتبار أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية تعتبر أنه أقل من 3% عجز داخل الدول هو مقبول. ثم مسألة التضخم تقريبه إلى أقل من 3% إلى حدود 2%، وكل الأحزاب ذهبت في هذا الاتجاه وهو تقليص التضخم إلى 2%. عندما أرى هذه الأرقام أشكك في مرة أخرى، لا أريد التشكيك ولكن فقط أقلل من جدية هذه البرامج المقدمة ومن واقعيتها ومطابقتها للواقع السياسي والاقتصادي في المغرب. هل تبدو لك واقعية؟ نعم، قبل الإجابة، أولا الرجوع إلى المراكز الدراسات والأبحاث هذا مكسب وهذا حق مشروع الأحزاب السياسية. في العالم اليوم الفاعل السياسي راه النخب ديالو معروفة، أعتقد هذا المكسب كبير جدا، لكن شرط أن تكون هذه المكاتب لها بروفيل مختصون في كل المجالات، لأن البرنامج الانتخابي في أبعاد اقتصادية سياسية تنموية. لكن المفروض أن برنامجك السياسي يحملك مسؤولة سياسية. نعم صحيح، دور إنه دور المكاتب هي تقدم لك أن بروجي مشروع، ولكن يتحول إلى برنامج على يد الفاعل السياسي وليس على يد المكتب الدراسات، ويمكن أن يغير أو أن يعدل أو أن يضيف حسب القناعة ديال الحزب. هناك أعتقد البرامج الانتخابية من تقرأها تطرح واحد المشكل عميق وهو التعددية السياسية والتعددية الحزبية. أنا حاولت قريت 22 حزب، ماذا لاحظت؟ لاحظت غياب المرجعية الإيديولوجية، ما بقيناش تميزوا بين برنامج انتخابي حزبي يساري وهذا يميني وهذا إسلامي وهذا ليبرالي. وهذا شيء صحي أم لا؟ لا، علاش؟ لأن العصر الإيديولوجية انتهى. اليوم المواطن المغربي أو السياسة ولات ترتبط بالتنمية بالاقتصاد. المواطن المغربي لا يهمه الآن شكون تكون انت إيديولوجي ديالك، اللي تهمه هو هل تحقق له تعليم جيد، صحة جيدة، عمل. سكن، عمل، وعدالة اجتماعية، هذا اللي يهمه. هذا قلت لك أن الآن في المغرب مع الأسف التعددية الحزبية ما كاينش، ولكن ما لاحظته هي التشابه. لهذا أنا عجبني واحد حزب اللي ناض وحفظ البرنامج، لا ما ذكرتوش في مرحلة حفظ، علاش؟ لأنه كاين الغش والنقل، وبالتالي في البرامج الانتخابية اللي أنا المشكل ديالي ما ناقشش هي اللي غيوصل الحكومة. أعتقد أننا هنا انا اعتقد واقف، ليس هناك اي حزب في المغرب منذ الاستقلال تمكن من تطبيق ولو 40% من البرنامج ديالو الانتخابي، نظرا لطبيعه اولا النظام المغربي، طبيعه القوانين المؤطره، وبالتالي فالتي رئيس الحكومه يقدم تصريحا حكوميا. الارقام الاقتصاديه التي اتت هل هي الاهم في البرنامج من المفروض دكتور ام لا؟ ما لا شك فيه، لان هناك رهانات ذات صبغة اقتصادية والتي تقريبا هي التي تعتبر المصدر الذي يؤثر باقي الإشكاليات المطروحة داخل المجتمع المغربي. إذن هناك حينما نتحدث عن بطالة، حينما نتحدث عن التشغيل، حينما نتحدث عن الصحة، حينما نتحدث عن الأمن، كلها يعني نذهب للجانب الاقتصادي. ومن هذا المنطلق كذلك ما يثير استغرابي أن حينما يأتي داخل تقرأ داخل برنامج حزب سياسي معين سأعطي الأولوية للتصنيع. أنت تعلم أن البلد اقتصاده مبني على المجال الفلاحي، هذه إذن كذلك ما سيتم ملاحظته طول البرامج الانتخابية التي تقدم، في حين أنه كان من المفروض تبسيطها في محاور بسيطة وهناك واضحة. وهناك أولويات يجب التركيز عليها، ثم هناك أقل أهمية وهكذا ودوالك، في حين ستجد يجب تحميل 50 صفحة 60 صفحة. هل تعتقدون أن المواطن العادي له من الوقت ما يكفي ليأخذ 22 أن يحمل 22 برنامج؟ إذا البرنامج الانتخابي في رأيكم دكتور لا يحتمل الإطناب، عليه أن يكون أكثر وضوحا، وهذا ما تفترضه أن يكون هادفا، أن يكون هادفا وواضحا، وبالتالي
لاستمالة الناخب حتى يميز يعني في ظرف وجيز. نعم هناك إشكالية اليوم تتعلق بكون أن هناك تشابه كبير بين مختلف البرامج، وربما المسألة تعود كون أنه المرجعية الإيديولوجية لم تعد قائمة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إلى يومنا هذا، ولكن يبقى كون أن هناك من يؤمن بدور الدولة علاقة بالاقتصاد، يجب أن تتدخل الدولة، يجب أن يكون لها دورا تحكيميا، يجب أن يكون لها دورا مؤثرا. هناك اختلاف بالنسبة للأحزاب، وليس الكل له نفس الرؤية بالنسبة لدور الدولة في مجال من المجالات. هل يجب الخصوصة؟ هل يجب التحرير؟ هل يجب حينما نعود لكذا موضوع سنجد أن هناك اختلافات، ولكن كيبقى الجانب الاقتصادي هو الطاغي بالنظر الإكراهات، ليس فقط على المستوى ديال المملكة المغربية بل حتى على الصعيد العالمي. وأي برنامج انتخابي سنجد الأولوية المطلقة للإشكالية الاقتصادية والمالية، وما سيتبعها السياسي والقانوني والدستوري والاجتماعي والحضاري وما إلى ذلك. دعني فقط أذكر في هذا الباب بالذات أنه لا يجب أن نضخم من حجم البرامج الانتخابية. لماذا؟ لأن الدراسات السوسيولوجية في مجال الانتخابي قد أبانت لنا في فرنسا وفي أمريكا أن المواطنون لا يصوتون دائما على البرامج السياسية، بل يصوتون فقط على المرشح الذي أقنعهم في لحظة معينة، أو الذي ترك لديهم انطباعا إيجابيا، أو للمرشح الذين يمتلكون معه علاقات مباشرة، سواء علاقات كل ما ينطبق على فرنسا وأمريكا ينطبق على المغرب؟ في هذا الباب بالذات ينطبق كثيرا، وهنا في المجال الحر في المجال القروي لا أبدا. هذا بالدعاء السوسيولوجي. هناك للأسف ماشي دراسات مغربية، لأن نحن السوسيولوجيا الانتخابية في المغرب لا زالت في بدايتها، يجب الاعتراف بذلك، لكننا نمتلك تراكم يعني أدبي وعلمي يمكننا من تقديم بعض الأفكار في هذا المجال. مثلا في المجال القروي نحن نعلم جيدا، والكل المنتخبين والأحزاب تعلم جيدا، أن الناخبين لا يصوتون على البرامج بقدر ما يصوتون على الأشخاص. من هم هؤلاء الأشخاص؟ وغالبا ما تكون هناك علاقات إما اقتصادية إما قرابة إما علاقات ترابية تجمعهم بالمرشح. إذن البرنامج في حد ذاته ليس هو أصل اللعبة، بل أصل اللعبة هناك تفاعل مستمر بين الأحزاب السياسية والناخبين. ثم دعني مثلا أتكلم في نقطة معينة فيما يخص محاربة البطالة، والكل يتفق في المغرب على أساس أنه يجب تقليص البطالة إلى أقل من 8% في المغرب، على أساس أن 9.7% البطالة حاليا هو رقم كبير. السؤال الذي لا يقدم للمواطن خلال الحملة الانتخابية هو كيف تريد أن تحارب البطالة وأن تخلق 150 ألف منصب شغل؟ كيف؟ بالاستدانة الخارجية أو بالاستدانة الداخلية أو كيف يمكن خلق مناصب شغل؟ ونحن نعلم أن جيدا أن خلق مناصب شغل هو رهين بالدرجة الأولى بمدى ديناميكية القطاع الخاص، وثم بمدى بالظرفية الاقتصادية في مجمله، الظرفية الاقتصادية طبعا الداخلية والدولية. طيب. ثم هناك شكرا جزيلا لك، الأفكار واضحة وصلت تماما. دكتور ميلود بالقاضي، نتحدث إذا سمحتم عن البروفايل العام للمرشحين اليوم في الأحزاب السياسية. هل ترى أن الجانب المادي الطاغي أكثر، الأكاديمي، النسب، ماذا لاحظت؟ اسمح لي أن أرجع لواحد الفكرة قال الزميل، البرنامج الانتخابي في المغرب، وهذه معطى سوسيولوجي يجب أن نهتم به. البرنامج الانتخابي الحزبي لا يطبق في أي حكومة، لأن طبيعة القوانين تعطيك واحد الأغلبية مبقنة التي رئيس الحكومة تدير واحد البرنامج يرضي كل الأحزاب بحال الحكومة الحالية. الملاحظة الثانية هي أن حتى النمط اللائحي اللي دخلنا فيه منذ 2002 ما زال التصويت تصويتا فرديا، فالناس لا يصوتون على البرامج. طيب كيف تبدو لك البروفايل؟ حنا جاية في على تكمل الفكرة على الشخص، على المرشح، وهنا سأمر حول البروفيل. حنا ثقافة البروفيل عندنا جديدة في الدراسات المغربية، وباقي ما اهتمناش بها. هي الثقافة هي واحد المقاربة أنجلو ساكسونية ولات تغزو الحقل السياسي في المغرب. مع الأسف
طبيعة القوانين المؤثرة للانتخابات وهو أن الدائرة هي الإقليم، جعلت الأحزاب السياسية تراهن على شيئين في الحملة الانتخابية وفي البرنامج، على الصوت وعلى المقعد. البروفيل الذي قابل أو قادر على جلب الأصوات والمقاعد يأخذ التزكية بدون أي شرط. تبقى ثقافة الأعيان، ثقافة المال، ثقافة القرابة هي المتحكمة في البروفيل. والأكيد أن نعطيك الآن مؤشر أن شفنا الآن جميع المرشحين في المغرب نجد نسبة كبيرة منهم هم الذين كانوا في المؤسسة التشريعية السابقة، لأن الهم الحزب لا كان أنت عندك الهم ديال البروفيل، فرئيس الحزب عنده هم آخر، هو خصو يجيب أصوات وخصو يجيب المقاعد باش يشد فريق برلماني باش يمشي يتفاوض في الحكومة وباش يشد الدعم المادي. ما ننساوش أيضا أن الدعم المادي للأحزاب مرتبط بالأصوات وبالمقاعد، فالبروفيل يبقى ثانويا، ما يهمه المقعد في البروفيل عنده هو المقعد، وهو شكون اللي غيضمن ليه غيضمن ليه المقعد بغض النظر عن شروط البروفيل. شكرا لك. الدعم المالي دكتور كيف يبدو لك؟ كيف يجب ان يكون كذلك؟ الدعم المالي بالنسبه للاحزاب السياسيه هو مبني على التمثيليه الموجوده حاليا، بمعنى كذا حزب ياخذ الدعم المالي بناء على تمثيليته داخل المؤسسه التشريعية. وبالتالي كان هناك نقاش، العديد من الأحزاب تطلب أن تكون هناك يعني واحد العدالة واحد المساواة بالنسبة لكافة الأحزاب السياسية، إلا أنه يتضح أنه مرة أخرى عمليا وعلى مستوى القانون الانتخابي المقارن التمثيلية هي التي تلعب دورا حاسما بهذا الخصوص. وبالتالي لا يمكن لحزب معين ممثل بشخص واحد أن يأخذ نفس الدعم الذي سيأخذه فحزب له فريق برلماني متكامل وما إلى ذلك. هذا الشيء منطقي بالنسبة إليك؟ أنا بالنسبة لي منطقي أكثر من ذلك، لتحفيز الأحزاب حتى لا تبقى في شبهات عميق وتظهر كل خمس سنوات، يجب إذن العمل بكيفية مستمرة، لأن دستوريا هناك أدوار سياسية، ودستوريا كلمة تأطير المواطن لا تعني فقط تأطيره بأن يكون دائما حاضرا، بأن يهتم بالقضايا، بأن يشارك. الآن لا ننسى كذلك المجتمع المدني باعتباره الهيئة النقابية، كل مؤسسات الجمعيات وغيرها أن تلعب دورا حيويا مستمرا وبكيفية مستمرة. الأحزاب لا تأخذ دعم فقط إبان الانتخابات، هناك دعم سنوي تأخذه كل الأحزاب السياسية، ودائما المؤشرات الأساسية التي يتم الاعتداد بها هو التمثيلية داخل المؤسستين على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. وبالتالي إذن الهدف الأساسي هو إعطاء أو تحميل المسؤولية للأحزاب السياسية في أفق النهوض بالشأن السياسي وطنيا وعلى المستوى المحلي. إن كانت هناك مساواة بالنسبة لدعم جميع الأحزاب السياسية أنا أعتقد سيكون عبثا. طيب ما مدى تواجد الأعيان؟ نتحدث كثيرا عن الأعيان. بالفعل الأعيان تريد أن تعقب ربما. لا بالفعل الأعيان هم مفتاح الانتخابات في المغرب خصوصا. فيما يخص الدعم، القانون الآن أتى بأشياء جديدة، وهي أنه جميع الأحزاب بشكل متساوي لها الحق في 750 ألف درهم، يعني 75 مليون، تأخذها بدون احتساب عدد المقاعد أو عدد الأصوات، يعني جزافي، وهذا هو الشطر الأول لكل ولكل الأحزاب يمكن أن تأخذ منها 30% مسبقا، باقي ما بديناش تاخذ منها 30%. ثم هناك شطرين اخرين، هو على حسب عدد الاصوات والمقاعد، تعطى الشطر الثاني وعدد المقاعد المحصل عليها. هناك مرسوم يحدد ذلك الواقع من طرف وزير الداخليه، ووزير الماليه يحدد كيفيه دعم الاحزاب السياسيه. اذا بالرجوع الى الاعيان، الاعيان في المغرب ربما لا أقول للأسف، لكن هذه ظاهرة موجودة في المغرب كما هو الحال في أمريكا وفرنسا. الأعيان هي كائنات
اجتماعية بالدرجة الأولى، سياسية بالدرجة الثانية، وانتخابية بالدرجة ما قبل الأولى والثانية، بمعنى كائنات انتخابية تملك من الخبرة ومن المال ومن العلاقات الاجتماعية ما يسمح لها بالدخول في الانتخابات والحصول على مقاعد. وأنت تعلمين أن المسألة الدخول في الانتخابات هي مسائل تقنية بالدرجة الأولى ومسائل مادية ولوجستيكية بالدرجة الثانية. إذا هناك من المرشحين من يمتلك هذه القاعدة الأساسية التي تخول له بالحصول على مقعد وعلى أصوات الناخبين، وهناك من المنتخبين أو من المرشحين الذين حتى وإن كانت برامجهم برامج معقولة، حتى وإن كانوا صادقين، وحتى وإن كان بروفايلهم بروفايل مكتمل، لن يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات بما يسمح لهم الدخول إلى البرلمان. هذا هو الحال. خطأ من؟ هذا ليس خطأ، بل فقط هذا واقع يجب أن نتعامل معه ونتفاعل معه. المفروض أن الوسيلة الأكثر كفاءة وأمانة، الأكثر ربما قربا لمشاكل المواطن. المشكل في العالم السياسي، في السياسة هي مهنة يمتهنها ليس دائما من له الكفاءة، بل قد يمتهنها من يريد بدون شواهد وبدون كفاءة مسبقة. الحال أن هناك علاقة، اتركني أكمل الفكرة، هناك علاقة تفاعل مع القاعدة الانتخابية، هناك من له كاريزم معين يستطيع من خلاله ولو من الأدوات ما يسمح له بانتزاع هذه الأصوات، وهناك من لا يمكن لا يفتقر لبعض المعايير. دكتور بالقاضي، هل لاحظتم ترسيخ للقطبية في هذه الحملة الانتخابية أم لا؟ أولا عاقب منجوبك، يعني فيما يخص المرسوم المحدد لتقديم الدعم للأحزاب السياسية هو مرسوم واضح، ولكن الدولة تتحمل المسؤولية ديالها في القيام بالمتابعة من بعد الانتخابات على مستوى تحديد سقف الحملة الانتخابية، على مستوى في مشات هذاك الفلوس، لان هناك هناك تحايل. ساعود الى فيما يخص لنطاب الاعيان، راه ماشي كلمه مزيانه طبعا، ليس بالقضحيه، ولكن هما الان كما قال اساسيين. فيما يخص السؤال ديالك، سالتك هل ترسخت القطبيه في هذه الحمله؟ تحدثنا عليها كثيرا. صحيح ما في المغرب ما عندناش قطبيه. طبيعه النظام السياسي المغربي، الوضعية الحزبية، صعيب باش نتكلموا عن القطبية، نتكلم عن الثنائية، وهنا مع الأسف هناك واحد الترويج. طيب هذه الثنائية، الثنائية واضحة الآن بين قطبين، وما عندناش الأدلة تقول لا يوجد قطبية وتتحدث عن ثنائية بين ثنائية. قطبين عليك أن تكون واضحة الآن بين هناك جوج الأحزاب، كل حزب عارف فين غادي، ما عندكوش الأسماء، وهاد الناس ما خلقوش قطبية، عندهم ثنائيه. هناك من يدعي الثنائيه الحزبيه ليست هي تراكمات، لا تترسخ في نتيجه الحمله، هي تراكمات، هي ممارسات، هي ثقافه، هي بعد استراتيجي. ان اليوم عندنا المشكل اللي خاصنا في المغرب في الاحزاب السياسيه، لا تمتلك بعد استراتيجي الاحزاب السياسيه، السقف ديالها الزمني هو من الحملة للحملة. إذا نتكلم عن ثنائية تترسخ، ولكن عندها تكلفة في غياب عدم وضوح المرجعية الإيديولوجية لكل حزب، وبالتالي فليس في المغرب، فليس هناك قطبية، ولكن هناك ثنائية بدأت تبدو، ولكن صعب، خص الوقت. يعني اليوم نشوف مثلا في الحكومة الحالية، علاش تتكلم عن القطبية، عن فيها المسلم، فيها الشيوعي، فيها الليبرالي، غدا مثلا الحزب غدا جميع مسلمين، لا الحزب راه يجي غدا وساقف في العتبة ثلاثة، لكن الحكومة الآن مشكلة من أربعة أحزاب. أنا أعتقد، وهذا نتمنى تكون خاطئ، أن الحكومة المقبلة تكون من واحد سبعة أو ثمانية أحزاب في ظل العتبة ثلاثة، وبالتالي فرئيس الحكومة المقبل ما يطبقش البرنامج ديالو، وغيتحالف مع اليساري، مع اليميني، مع الليبرالي. المهم خصو يدير حكومة ديالو. طيب، ويتوكل على الله. دكتور، ننتقل إلى رهانات هذا الاستحقاق، هل نسبة المشاركة هي الأهم ربما؟ مؤسساتيا حينما نتحدث عن واقع التجارب السابقة، مثلا حينما نأخذ 2007 سنجد أن 27%، 2011 42،
43% 44% 45% ناقص 20% من صوت الملغات، هناك إشكالية كبرى. وبالتالي الهندسة الدستورية التي جاء بها دستور 2011 بين رهانات الكبرى انطلاقا من المواضيع الحكامة وغيرها، المسؤولية، المحاسبة، يعني تحسيس المواطن بالأهمية وبالتالي بالمشاركة. الآن كذلك من بين رهانات الكبرى ديال الانتخابات الحالية أن يكون أن تكون نسبة المشاركة لها أهميتها. هذه المسألة مرة أخرى تتوقف من بين ما تتوقف عليه، أولا جدية العمل السياسي ومصداقيته ما تحدثنا عنه. كل ما كانت هناك جدية مصداقية واقعية كل ما كان المواطن له ثقة في المؤسسات وكان حاضرا بقوة. العكس من ذلك يؤدي إذا هناك رهانة كبرى بالنسبة للدولة وهو رفع من نسبة المشاركة. لماذا؟ لأن حتى على المستوى الدولي والعالمي ما نسمى لا تيوغي دو ليكسترافاغاسيون، بمعنى المغرب كدولة في وجه العالم كل ما كانت المشاركة مهمة، كل ما كانت هناك ثقة في المؤسسات، كل ما كان هناك دعم مالي من المؤسسات المالية الدولية، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هذا جانب له أهميته ويجب تدعيمه. وعلى المواطن، لأن كذلك مسألة ديال المشاركة مسألة مواطنة، على المواطن أن يعلم أنه أن الفراغ لا يؤدي إلا إلى خراب، وبالتالي يجب أن تكون المشاركة حاضرة ومكتفة وقوية. أهمية المشاركة بكثافة في دقيقة أرجوك. المشاركة بكثافة هي أساسية في الدول النامية مثل المغرب، لكنها في الديمقراطيات العريقة ليست من هذه الأهمية. لماذا؟ لأن ندخل فيما يسمى بالروتين الانتخابي، والروتين الانتخابي يجعل من المواطنين يهتمون بالشأن السياسي لكن بشكل يومي دون أن يكونوا حاضرين يوم الانتخاب. إذا الانتخاب في حد ذاته ليس رهانا أساسيا. لكن أريد فقط في مسألة القطبية، نحن في المغرب لا نمتلك قطبية سياسية على اعتبار أن القطبية هنا هي إفراز لنمط الاقتراع. القطبية تفرز انطلاقا من صناديق الاقتراع وليس بشكل إرادي. ما أهمية المشاركة في 30 ثانية؟ المشاركة أهم شيء في الحملة الانتخابية هي نسبة المشاركة. كلما كانت مكثفة غتعطينا مؤسسات تمثيلية وتشريعية قوية، كلما كانت ضعيفة فنفتح المغرب أمام رهانات مجهول ربما قد تكون تكلفته غالية. لذلك فالمواطن يتحمل المسؤولية في هذه المشاركة. شكرا جزيلا لضيوف الكرام، شكرا لكم مشاهدينا على التواصل والتفاعل معنا، نلتقي قريبا بإذن الله.